خلونا نروح نشوف دلوقتي السوشيال لاب ونرجع تاني على طول. بيتابع أحمد حلمي 16,800,000 متابع، وهو بيتابع 223 بس، معظمهم أصحابه وأولاده ونجوم من الوسط الفني، منهم يسرى، كريم عبد العزيز وغيرهم من النجوم. أحمد حلمي نشر كام صورة لحد دلوقتي على إنستغرام؟ نشر حوالي 964 صورة وفيديو. لما دخلنا اتفرجنا على الأكاونت لقينا أول حاجة لفتت نظرنا إنه أكاونت كوميدي جداً، وكمان هو بيحب يعمل كوميكس من أعماله الفنية سواء صورة أو فيديو على بعض العادات اللي بتقابلنا في حياتنا، زي مثلاً أول يوم مدارس نشر فيديو من فيلم الناظر وكتب أول يوم دراسة والناس كلها صحيت بدري ونزلت الجامعة وأنا بعد المغرب. ومن الفيديوز اللي حققت فيوز كتيرة الفيديو اللي نزله عن المصيف، وده بعد الصيف 2020 وحقق 2,000,000 مشاهدة. المعروف عن أحمد حلمي أنه بيعرف يرسم وبيحب الرسم جدا ودايما بيدعم الرسامين، فلقينا أنه ناشر أكتر من 200 صورة وفيديو لمواهب رسامين بيرسموا بطرق مختلفة. طبعا أحمد حلمي من أكتر الفنانين اللي التفاعل بتاعهم كبير جدا على تويتر، بيتابع حلمي 9,800,000 متابع وهو بيتابع 50 أكاونت وكتب حوالي 1037 تويت. وآخر حاجة نشرها طبعا بوست كوميدي كاتب فيه إن شهر نوفمبر جاي يوم 3، ربنا يستر، وطبعا احنا كلنا عارفين يوم الثلاث. كده بنكون حللنا اكاونتس حلمي على السوشيال ميديا وشفنا اهتماماته وازاي بيستخدمها، وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب.